نبدأ من محافظة الإسماعيلية واللي عاشت ليلة صعبة امبارح في منتصف الليل تقريبا الساعة 4:30 حسب كلام شهود عيان. صحي أهالي الإسماعيلية على انفجار ضخم، انفجار تبع بعض الأدخنة ثم نيران وألسنة نيران. بالنهاية كده تم القضاء على واحد من أشهر المباني وأهم المباني، التحفة المعمارية اللي كان بيفتخر بيها أهالي محافظة الإسماعيلية، مبنى مديرية الأمن في الإسماعيلية. المبنى ده تم تجديده قبل كام سنة واتصرف عليه حسب كلام الحكومة 7 مليون جنيه. كان ده شكله قبل الحريق، وبعد الحريق مديرية أمن إسماعيلية بالليلة وضحاها تحولت لكتلة نار زي ما حضراتكم شايفين. حريق المديرية أو حريق مديرية أمن الإسماعيلية كان الخبر الأشهر خلال الساعات اللي فاتت، مشاهد رعب وصور وفيديوهات يمكن بترصد اللحظات الأولى لهذا الحريق. معانا فيديو يا شباب لو نعرضه كده للحظات الأولى لحريق مديرية أمن الإسماعيلية واللي تم رصده بكاميرات بعض المواطنين. أي نعم تأخر الدفاع المدني، تأخر الإسعاف، حسب بيانات وزارة الصحة حتى اللحظة عندنا 33 مصاب، بعضهم إصابات خطيرة ومتوسطة والبعض باختناق. لكن خلينا نشوف مع بعض اللحظات الأولى لهذا الحريق ونرجع نسأل الأسئلة المشروعة، ليه وإزاي وليه النهاردة بالذات بعد أقل من كام ساعة على تهديد عبد الفتاح السيسي بحريق البلد. بعض أصابع الاتهام بتشير لبعض المسؤولين في البلد، أو ربما كالعادة الماس الكهربي هو المتهم الأول في هذه الحرائق. نتابع. دعواتكم يا جماعه، دعواتكم يا جماعه، حريق مديريه امن اسماعيليه، دعواتكم ان شاء الله يا رب يكون خير يا رب، ان شاء الله يكون خير يا رب. حريق مديريه امن اسماعيليه، دعواتكم يا جماعة، اللي بيتفرج يا جماعة يدعي يا جماعة، ربنا يسترها، مفيش حد يصاب بأذى بإذن الله يا رب. حريق كبير جدا في مديرية أمن إسماعيلية. خلاص يا باشا، ما حد يا باشا. ده المشهد واللي يمكن وصفه البعض بإنه كأهوال يوم القيامة. نار في كل حتة، انفجارات في كل حتة. مش عايزين نسبة إلى أحداث، لكن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أمر بتشكيل لجنة لمعرفة أو الوقوف على أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية. بمناسبة اللجنة اللي قالوا عنها وتم تشكيلها من الاستشاريين، في لجنة تشكلت لمتابعة حريق كنيسة أبو سيفين في اسكندرية في ميامي قبل ثورة 25 يناير بكام يوم. في لجان من يوميها لحد النهاردة ما يزيد عن 113 لجنة تم تشكيلها خلال 10 سنوات للوقوف على أسباب الحريق. عندنا مستشفيات بتتحرق، كنايس اتحرقت، عندنا كمان مجمعات حكومية، شهر عقاري، مكاتب بوسطة وبريد، وجامعات ومدارس. وبالنهاية بيطلع اللجنة اللي اتشكلت وشكلت لجنة، واللجنة عملت لجنة فرعية وانتدبت لجان فرعية، بالنهاية بيطلع يقول لك الماس الكهربي. الماس الكهربي السبب، لكن بعض المشاهد يمكن اللي رصدها بعض المواطنين من محافظة الإسماعيلية تقول لك إن في حاجة غلط. يعني حتى الماس الكهربي ممكن يولع في دور واحد أو يبدأ من أوضة واحدة، لكن أنا شفت فيديوهات النار ولع في نفس الوقت في أقصى يمين المبنى وفي أقصى شمال المبنى. عندنا نار شغالة في الدور الثالث ونار شغالة في الدور الأول، وبينهم الدور الثاني ما فيهوش نار. تشعر كده وكأن هناك شيء يعني في الخفاء، أو يعني مش عايزين نسبة الأحداث، خصوصا وإن النيابة العامة أو النائب العام طلع بيان قبل شوية، أول بيان من النائب العام حول حريق أمن إسماعيلية، وقال إنه جاري التحقيق والمبنى تم تفحمه بالكامل. مبنى الإسماعيلية، لو تحط لي تاني يا ضياء كده الصورة الأولانية للمبنى قبل وبعد التفحم، المبنى الضخم اللي كان بيزين واحد من أهم ميادين محافظة الإسماعيلية،
وما بين يعني عشية وضحاها أقل من 3-4 ساعات كان اتحول لفحمة بالشكل ده. شايف المبنى وجماله وحلاوته، طبعا مصروف عليه 7 مليون قبل كام سنة، خلال أقل من ساعتين ثلاثة تحول للشكل ده. البعض، أنا مش منهم بطبيعة الحال، أنتوا عارفين أن أنا مش من أنصار نظرية المؤامرة، لكن البعض بيتساءل ليه كل من قرب من استحقاق انتخابي، ليه كل من قرب من أي استحقاق سياسي في البلد، البلد بترجع تتولع. ليه عندنا مواسم اسمها مواسم الحرايق، إما حرايق في الكنائس أو حرايق في المجمعات الحكومية أو حتى حرايق في مديرية أمن الإسماعيلية اللي هو صمام الأمن والأمان في البلد. عندنا 33 مصاب، عندنا مبنى اتكلف ملايين أصبح كأن لم يكن، هباء. البعض بيتهم من له المصلحة في ترعيب أو في ترهيب ورعب المواطنين، البعض بيتهم أنصار نظرية الترامادول ونظرية البلطجة، البعض بيتهم بعض المسؤولين في البلد كالعادة يعني لطمس بعض المشاكل، لكن أنا مش عايز أسبق الأحداث، أنا شخصيا هنتظر تحقيق وكلام النيابة، لكن بقول لكم البعض بيقول إيه. خرج قبل شوية 10 مصابين من إجمالي 33 مصاب، بنتمنى السلامة للجميع، نتمنى السلامة لأهلنا في محافظة الإسماعيلية وخروج جميع المصابين، وننتظر اللجنة اللي شكلها وزير الداخلية، وننتظر تحقيقات النيابة العامة. أتمنى يكون عندنا سبب مقنع، موضوع الماس الكهربي ده ما بيحصلش غير في بلدنا، ولو المشكلة في الكهرباء نفسها اللي بتروح وتيجي بتلاعب المواطن، ولا المشكلة في معامل الأمان والكود المصري في الدفاع المدني، ولا المشكلة في تأخر المطافي زي ما بيحصل كل مرة، ولا المشكلة في السادة المسؤولين، محتاجين حد يفهمنا ليه إحنا البلد الوحيدة اللي كل كام يوم يبقى عندنا حريق، وكالعادة الماس الكهربي هو المتهم الأول والأخير. لو كان الماس الكهربي رجل لقتلته أو حطيته في السجن مع أي حد بيهدد وبيرهب المواطن المصري.